تذكار رحلتي يا سري، وانا صراحه اروح دار المتشردات لانه من سالوا بابا وقالوا له نحطها بدار المتشردات او جنب بيتها مؤقتا، قال لهم بدار المتشردات لانه انا هزمت يمهم من جوع ويحرقوني ويسجنوني ويضربوني ويسبون على ماما. ترى انا ما حد ملقني، انا دخلت القاضي بوحدي وحكيت له كل شيء، واريدكم تعرفون كلكم انه انا اريد بيتي، لهذا اذا تقدرون تساعدوني ساعدوني.